آمنت بالله وآمنت بوطنها وبمعتقدها، وقدمت أرواحها قرابينا لمعركة وجود، لا معركة دفاع عن عرق، ولا معركة دفاع عن مذهب، ولا معركة دفاع عن حكومة، وإنما قدمتها في معركة مقدسة بين الخير والشر وبين النور والظلام. نعزي الشعب العراقي برحيل كوكبة مشرقة من شباب الوطن الذين ما فتئوا ينيرون مشاعل الحرية في طريق الأجيال القادمة. نجدد تعزيتنا لعوائل الشهداء ونبارك لهم هذا الشرف وهذه أوسمة فخار على صدورهم. علينا كثيرا نفقد هؤلاء الشباب المجاهدون الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة العراق، من أجل بقى العراق موحدا آمنا سالما. نودع هذه الكوكبة الجديدة من شهداء الحشد الشعبي، شهداء قوات وعد الله، هذه القوة التي هي قوات أساسية من قوات الحشد الشعبي، شاركت في أغلب العمليات وقدمت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى. هذه الدماء هي التي حفظت العراق، هذه الدماء هي التي ثبتت مبادئ العراق، هذه الدماء هي التي ثبتت وحدة العراق. وبالتالي كل شهيد اليوم يسقط من قواتنا الأمنية وقوات الحشد الشعبي له دور كبير، وإذا كان هنالك انتصار وهو الانتصار الحقيقي هو لعوائل الشهداء، لآباء الشهداء، لأمهات الشهداء. حقيقة لعله البعض يلومني أني لعله بالغت في العويل والبكاء، ولكن الحديث يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لمحزون. تكلمت مع الأخوة في قوات وعد الله، عندي ابني منتظر فاضل نعمة، إن شاء الله سيلتحق معهم في هذا الركب، وإن أخذ أمانته الله سبحانه وتعالى فليأخذها، وإن بقيت أيضا له الأجر والثواب، لأن قوات وعد الله تربي تربية الأب وتربيته. مثل الذين واسوا الإمام الحسين سلام الله عليه بقرب زيارة الأربعين عليه السلام، وكانوا يتمنون خدمة الإمام الحسين، فأكيد كانت خير الخدمة هي التضحية بدمائهم الزكية فداء للوطن والمذهب والمبادئ، الخلاص من براثن داعش. كارا إلى المواقف البطولية التي سطرها كوكبة من قوات وعد الله الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الوطن ومن أجل تحرير الأرض من داعش، اليوم نقف وقفة عزاء لهم، استذكارا أيضا لفقدهم واستذكارا لكل تضحياتهم. أن ننظر للشهيد ليس فقط في ساعة استشهاده، بل ننظر إلى تاريخ الحافل طوال هذه الفترة الجهادية. شهداءنا كان لهم مواقف بطولية في ساحات الجهاد، في البرد القارس وفي الحر الشديد كان لهم مواقف بطولية جسدوها، وجاءت ساعة الاستشهاد إنما تكون مسك الختام.
هؤلاء الثلة الطيبة التي سقطت على أرض الوطن تزامنا مع شهادة زيد ابن الإمام السجاد، هذا الإنسان الثائر، مستلهمين قيم التضحية والفداء من هذه الرموز العظيمة. قوات وعد الله الظافرة، هذه القوات المرابطة التي كانت لها اللبنة الأولى في تأسيس قوات الحشد الشعبي، وهي أول قوات تصل إلى مدينة سامراء وترابط هناك وتدافع عنها. نحن مدينون لهذه القوات، مدينون لشهدائها، مدينون لمنتسبيها، مدينون لجرحاها، مدينون للمرجعية التي يخططون خطاها. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد هذه الكوكبة من شهدائنا الغيارة، شهداء الحشد الشعبي، شهداء قوات وعد الله البطلة المجاهدة الذين رووا تربة العراق بدمائهم الزكية ليبقى العراق موحداً عزيزاً مقتدراً منتصراً. هؤلاء الشهداء السعداء الذين حفظوا لنا العراق، وأصبحت ثقافة الشهادة اليوم بين أبناء الشعب العراقي، يعتبر هذه خطوة متقدمة وتعتبر ضمانة لبلدنا أمام التحديات والمؤامرات. فارقونا فارقونا من سفرهم هم يجوا لو نسونا.